مشاهدي القناة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى أحسن حال. قبل ما نبدأ فيديو ديال هاد اليوم، كنطلب من اللي كيشاهدونا لأول مرة يتسجلوا معنا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا، واللي مشتركين معنا في القناة ما ينسوش يدعمونا بلايك وبارتاج، وشكرا لكم جميعا. أنت تلاحظ أن النواب في تونس عندهم لباس محلي، انت تلاحظ ان النواب في المغرب عندهم البرنوس المعروف، انت تلاحظ ان النواب في المغرب عندهم البرنوس المعروف، وتاثرت هويتنا كثيرا كثيرا، لان هناك مشكله ثقافيه انجبت الشعور بالدونيه، انجبت مركب نقص لدى الجزائريين. طبيعي جدا انك تلبس اللبسه تاع الغالب، لانه ماشي انت تصنعها، صافي الرمزيه القيمه ماشي انت تصنعها، المعنى ماشي انت تصنعه، انت مجتمع مستهلك لثقافه الاخرين، انت مجتمع مستهلك لثقافه الاخرين، انه الجزائري ماهوش يعبر على الهويه الام على اساس شنو؟ انه ما عندوش انجازات يفتخر بها، والا اذا جا شيء خارجي، كيجي شيء خارجي ياثر فيه هذاك الوقت راح يقول انا جزائري، هذا الثمن يولي الجزائري يحوس على هويه فرعيه يتفاوض بها. الشباب يعني عندهم ميول كبير للباس المغربي، حوالي يعني 75% ولا 80% من الشباب يحب اللباس هذا يعني بصفة عامة، يعني الشبادور والجلابة المغربية. يعني هو الإقبال على اللباس المغربي راه هو الأول، خادمينه في المغرب بالصقلي حر والقماش تاعو يعني جد رفيع، كيما هذا فصالة قفطان، هذا معروف في القفطان المغربي، هذا أدق التفاصيل كذلك باليد. عندك هنايا الجلابة، هذه الجلابة في المغربي، عندنا ثاني هذه القندوره قفطان المغربيه، حتى الرزه المغربيه كذلك.